السلام عليكم متابعاتي الغاليات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة ومزيانين. ففيديو اليوم وجبة بسيطة جدا، تلبية للطلب نتاع واحد المبتدئة اللي طلبت مني. قالت لي اختي اكرام، وجدي لنا شي وصفه اللي ما يكونش فيها الفرماج، ما يكونش فيها لا كريم. قالت لي انا مبتدئه، بغيت شي وصفه بسيطه. فاليوم بغيت نشارككم هذه الوصفه، وكنعطيها لك مباشره انت اختي المبتدئه، وكنقول لك غادي تجيك زوينه وبنينه وما تحشمكش. فانا خديت اول حاجه صينيه، المهم الحجم نتوما على حسب العائله ديالكم، غاتش نعطيكم المقادير مضبوطه لحقاش على حسب لا فامي. فهنايا انا خديت الصينيه، شنو درت لها؟ دهنتها بالزبده، واحد الدهنه خفيفه هكا، وخديت البصله تشديها وتشلديها هكا على طول، غير تقطعيها. بالنسبه للبنات هذه الوصفه هذه البسيطه تقدروا ديروها غير في المقلات على النار، شي مقلات تكون ما تلصقش، وديروها على النار وتخليوها تطيب على نار مهيله، وفي نفس الوقت تقدروا ديروها في الفران. فمن بعد ما قطعت البصله كما شفتوا شرائط طويله بهذا الشكل هذا، غادي نوزعها على الصينيه ونمشيو ندوزو للبطاطا. فهنا البطاطا خديتها قطعتها دوائر، ماشي رقيقين وماشي غلاض، يعني متوسطين. فغادي نبداو نتبلوها، غادي نديرو لها الملح اللي كتبقى دائما عينكم ميزانكم، غادي ندير لها الفلفل الاسود، غادي ندير لها كذلك الخرقوم او الكركم باش يعطينا هذاك اللوين، غادي ندير لها شويه نتاع سكينجبير وشويه نتاع الزعتر، البنات كيجي بنين فيها. وكذلك غادي نستعمل شويه نتاع الثوم بودره، هذه كتبقى اختياريه، الا ما عندكمش ماشي مشكل. هنا ديروا الفلفل الاحمر، انا سالى لي الفلفل الاحمر، فدرت شويه نتاع طماطم المصبره باش تعطيني حتى هي اللون، ودرت واحد زوج معالق ديال الزيت والقزبر ومعدنوس يكونوا طريين، تقطعيهم وترميهم حتى هما، وتبدي تشرملي في هذيك البطاطا. غادي نستعمل يدي لحقاش ما نعرفش نخدم بالمعلقه، خصني نخدم بيدي. واخا تقولوا لي علاش كتخدمي يديك ولا، فمعليش انا هذه الماكله غادي ناكلها انا، يعني ما عندكم علاش تعيفوا ولا شي حاجه. فكتعجبني الخدمه نتاع اليد، فشرملت مزيان هذيك البطاطا كي راكم تشوفوا معايا. غادي نشدها وغادي نستفها مباشره فوق هذيك البصله بهذا الشكل هذا، نستفها مباشره تتكملوا مهم الكميه نتوما اللي عندكم بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كذلك غادي نجيب طماطم. بالنسبه لهذاك التوابل اللي بقاو لنا في ديك البلاصه اللي شرملتو فيها، هذاك الاناء اللي شرملتو فيه كيبقى لكم شويه شرموله لتحت، كتشدوها تزيدوا عليها غير واحد نص كاس ديال الماء وكتخويوها في الصينيه، غير واحد نص كاس باش ما كتمشي لكمش باطل هذيك التوابل اللي كتكون بقات. صافي، وشديت حبه ديال الطماطم وقطعتها، انا كتعجبني بها بالقشره ديالها، اي كنغسلها مزيان وكنشدها وكنقطعها دي غونديل بحال هذا الشكل هذا. بغيتو تحيدوا لها القشره ما بغيتوهاش حيدوا لها، يعني ما كان حتى شي مشكل. ودرتها هكا، ممكن كذلك تضيفوا الفلفله الوان، يعني اللي بغيتو. صافي، هنا غادي نحيدها على جانب باش غادي نوجدوا. شوفوا معايا هنا راني دايره انا جوج صواني، علاش قلت لكم على حساب العائله؟ انا دايره جوج صواني، صينيه ليا للدار وصينيه للخدمه ديال الزوج ديالي اللي يتغدى حتى هو. فهنا علاش قلت لكم ما عطاكمش الكميه مضبوطه؟ لحقاش كديروا على حساب عدد افراد الاسره، صينيه تكبروا ولا تصغروا. دركي ندوزو باش نشرملوا البنات الكفته. انا استعملت هنا الكفته نتاع لاداند، الكفته نتاع لاداند كتكون هي رخيصه على الكفته ديال اللحم، يعني بزاف الاخوات كيقولوا لا اكرام كتخدمي اللحوم بزاف وما عندناش الامكانيات، بحال هاد الكفته نتاع لاداند كتكون رخيصه شويه. وثانيا عندي لكم فكره، بحال هكا يكون عندكم كميه قليله من الكفته ما زاتكمش، فغادي تضيفوا لها، شوفوا انا شنو غادي نضيف، غادي تضيفوا لها الرز، كميه ديال الرز. كتشدوا ديك الكفته كتسلقوا الرز سلقه كامله وكتضيفوا لها الرز واحد 3 ديال المعالق 4 ديال المعالق هكا، ملي كتعجنوها كتغرم لكم، كتعطيكم كميه اكبر، وفي نفس الوقت كيجي المذاق ديالها زوين مع داك الرز كتجي فنه. فهنا عندي كميه ديال الكفته كما قلت لكم، زدت عليها واحد 3 حتى 4 ديال المعالق نتاع الرز مسلوق، وزدت عليها القزبر ومعدنوس، وغادي حتى هي نتبلها. حتى هي غادي ندير لها الملح وندير لها الفلفل الاسود وشويه نتاع الثوم بودره الا كانت متوفره. صافي، وغادي ندير لها شويه ديال الخرقوم او الكركم والفلفل الاحمر ماذا بكم الا كان عندكم موجود الفلفل الاحمر، ودرت الكمون. وتا هي غادي ندير لها واحد المعلقه هكا ديال الزيت، وحاجه اخرى الا كانت عندكم ماذا بكم
معلقه ديال لا شابلور او معلقه ديال الخبز يابس مطحون، حتى هي تضيفوها هكا واخا تدخلوا الكفته ديالكم للفران ما تيبس لكمش، تبقى لكم طريه. فهنا شنو غادي نديرو؟ كنشدوا هاد الكفته كامله وهاد المكونات، نعجنوهم مزيان مع بعضياتهم، عجن يا ما تعجن، باش كلشي يتجانس مع بعضياته بهاد الطريقه هادي. نعجنها مليح، يعني صدقوني كتجي زوينه كما قلت لكم. هذه الفكره اللي عطيتكم ديجا شاركتها وقيله معاكم في شي فيديو، مهم انها كتغرم لكم وكتجي في نفس الوقت زوينه هكا ملي ديروها مع الرز. صافي ملي شرملتها وكملت، فكنشدها وكنديرها، انا درتها هنايا بحال المعقوده، درت لها هكا قريصات وغادي نحطهم. نتوما يعني على حسابكم، تقدروا ديروهم كويرات صغيورين، تقدري ديروهم على شكل اصابع، يعني اللي بغيتو نتوما. فانا درت لها هكا كريسات وغادي نحطهم هكا نوزعهم. تنكمل غادي ندير نفس الطريقه كما قلت لكم للصينيه الثانيه. صافي وهي الصينيه ديالنا واجده. بالنسبه للاخت اللي قالت لي ما ديريناش لي كريم، يعني انا اغلبيه كنعطيكم هكا دي غراتا، مره بلا صوص بشاميل، مره بالكريمه السائله، ندير فيهم الفرماج. وهاد المبتدئه هذه اللي كنوجه لها تحيه قالت لك بغينا شي حاجه اللي نبداو بها من الاول ساهله ما تكونش مكلفه، فاقترحت عليك هاد الصينيه هذه. فكما شفتوا انا غادي ندير عليها ورق الزبده، ولا غطيوها غير بصينيه اخرى ودخلوها للفران على نار متوسطه حتى تطيب لكم البطاطا وخرجوها، يعني غير البطاطا اللي غادي تطيب ماشي الاخر في الساعه كيطيب. غادي ندخلهم يطيبوا هاد الصواني ديالنا، وملي يطيبوا نرجعوا باش نشوفوهم. وصافي حبيباتي الصينيه ديالنا طابت، الريحه طالعه زوينه، فكل شيء طايب عندي، البطاطا طايبه، المهم داكشي كيجي زويون وكيجي بنين. فنتمنى الاعجاب ديالكم هاد الوصفه البسيطه جدا، وإلا عجبتكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الاخبار. ما تنساوش تخلي لي واحد لايك وشي تعليق زوين، وتبارطاجيو الفيديو مع اللي عزيز عليكم. وإلا عندكم شي طلب ولا شي وصفه ولا شي حاجه بغيتوا نصاوبها لكم قولوها لي في التعليقات. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع شي وصفة. تحياتي لكم يا اغلى واحلى صديقاتي، الى اللقاء.